بيئة تكون فيها محل كما كتشوفوا الوالد ديالي ان شاء الله اليوم عارف رمضان غندير واحد الفطور مع اخ رشيد، راه خدينا الباكطاج داكشي كامل اللي خصنا ديال الفطور، غنطلعوا دابا سته نرجعوا الامور. كنتمنوا ان شاء الله يدوز فطور على ما يرام وصحة فطوركم ومبروك رمضان عناكم الله. الله يحفظك الدبوينس، مرحبا الدبوينس. اليوم ان شاء الله غادي نديروا فطور ان شاء الله مع الاخ يونس ريان والدراري الاصدقاء، هذا المحل ديال يونس ريان هذا. هانتوما كتشوفوا راه اخوان نخرجوا جميعا عند يونس وتابع معنا الموضوع ان شاء الله تنفطروا ان شاء الله. غادي نمشي نوجدوا فطيرات ان شاء الله وغادي نفطروا جماعة ان شاء الله. الله يسهلك اخويا في القناه ديالك والله يكمل عليك. تحيه للزاكوره واحد واحد. الله يحفظك. تحيه للزاكوره الله يعطيكم الخير. انت منين انت؟ طاطا. تحيه للناس طاطا. تحيه للناس من دكاله. تحيه للناس سينا بالمين؟ دكاله. طبيعي الحال دكاله. خويا ان شاء الله شطع الكوش انت. والله ما طيح الكوش مولي ما قلت لا انا مولي. تخزن اللعاب ديالهم مولي هذاك الرقم. انا سي ايوب كتفكر الله يسهلك. ان شاء الله غادي نديروا فلوك الثاني با يونس. ان شاء الله تصنعوا فلوك غيكون واعر نهار العيد ان شاء الله. كاين واحد المفاجاه زوينه غير دعموا الفيديو يطلع باش ان شاء الله الفيديو الثاني. الله يوفقك الدب ويز الله يحفظك. تبارك الله يا سي جمال. تحيه للناس الزاكوره. الله يحفظك. هو سي جمال نوض. اش صورني انا طلع السي ايمن هو هذا. دوز سير ادوز فلوك ديال رشيد. فلوك ديال من؟ ديال رشيد. ديال رشيد هذا؟ مرحبا. الله يحفظك الله يحفظك.